لازم تكافئ نفسك كل ما تخلص حاجة في المشروع. كافئ نفسك بكوباية شاي، تخرج تجيب حاجة تشتريها، تعمل أي حبايبي طلبة الثانوية العامة، كنت في يوم من الأيام زيكم في نفس الضغط النفسي اللي انتوا بتعانوا منه دلوقتي. غرض الفيديو ده إن أخفف عنك التوتر اللي انت حاسس بيه. يمكن أكون سبب إن أضيف ليك معلومة جديدة ممكن تكون سبب في إنها تسهل عليك المهمة اللي وراك وتعدي المرحلة الصعبة دي على خير إن شاء الله. بس أنا عايزك متقعش في نفس أخطائك، 10 حاجات لو عملتوها الأمور هتعدي إن شاء الله في السلام بإذن الله. أول حاجة، أعمل إدارة ليومك بشكل ذكي وعلمي مظبوط ومريح لأعصابك. بس لازم تعرف الأول إن كل إنسان لما بيصحى من النوم بعد وقت كافي خده في النوم حوالي 7-8 ساعات في وقت الليل، الطاقة العقلية والجسدية بتكون أعلى حاجة خلال اليوم كله. بتبتدي علو من الساعة 5 الفجر لحد الساعة 2 تقريبا الظهر، يعني عندك حوالي 8-9 ساعات طاقة هي أعلى ذروة وتركيزك هو الأقوى سواء الجسدي أو العقلي. وده مش هينفع الا لو انت ظبطت يومك يبدا من صلاه الفجر الساعه 5 وتبتدي بعد كده بس تكون نايم المهم قبلها 7 ساعات متواصله. 7 ساعات جسمك يكون اخذ راحته في النوم كويس، وده هيكون سبب في ان الشكل بتاع الطاقه هيكون افضل ما يمكن واحسن ما يمكن لاستخدامه اثناء اليوم. ساعتها فعلا هتعرف تقسم المذاكره بشكل فعال وهتنتج بشكل فعال. تاني حاجه، ظبط بصفة يومية الساعة البيولوجية لنومك. ما تعتمدش انك انت صاحي بالكافيين والشاي والقهوة والنسكافيه والكلام ده بيهدم مخك وصحتك على المدى البعيد. يعني لو ذاكرت 9 ساعات طاقتك العقلية والجسدية والنفسية هي الأعلى، انتاجك هيكون ساعتها أعلى وتركيزك هيكون الأعلى والمعلومة هتثبت بشكل أعمق. إنما السهر ومذاكرة الليل دي ممكن تكون عند بعض الأشخاص حالة استثنائية، هو فعلا ذروته الطاقة بتاعته تبقى أحسن ما يمكن في وقت الليل، مش كل البشر كده، والنورمال الطبيعي إن معظم الناس الحالة الأولى اللي اتفقنا عليها. الطبيعي إن النوم بيبقى من الساعة 10 للساعة 5 ده يديك أقوى كفاءة ممكن تتخيل. تالت حاجة، دخل في خطة يومك رياضة المشي، مشي مع نفسك لمدة ساعة استرخاء وترويح وفج النفس تستعيد بيها طاقتك التحفيزيه والنفسيه بعد الفتره الاولى من اليوم مثلا على الساعه 3 العصر، وبعد كده عاود مره ثانيه الشغل. هيكون قدامك حوالي 6 ساعات فاضله على الساعه 10 بالليل، قسمها ساعه مثلا لاهلك واربع ساعات فاضلين ممكن تذاكر فيهم بقيه خطتك في المذاكره. رابع حاجه، اتعامل مع كل ماده على انها مشروع صغير. حدد كم الشابتر اللي عليك، يعني كل شابتر في اكسل شيت كده تحط له كورن عمود جنبه كده، كل شابتر ياخد حوله لارقام، حوله لعدد صفحات، كل صفحه تقدر تجرب نفسك وتقيس قدرتك انك تخلص كام صفحه في الساعه، او بتخلص الصفحه في قد ايه وتبتدي على اساسها تعرف بتاخد وقت قد ايه انك تخلص عدد الصفحات بتاع الشابتر ده، وليكن الشابتر ده مثلا 10 صفحات او 20 صفحه وليكن، حاول ترجم ال 20 صفحه دي لكم وقت من الساعات، مثلا هتاخد منك ساعتين، هتاخد منك 3 ساعات، ما انت عرفت المشروع بتاعك ده بيكلف قد ايه وقت وبياخد طاقه منك قد ايه كمجهود، يعني قدرتك بتخلص عدد صفحات قد ايه، وشوف حتى لو اقل مجهود ليك قد ايه واحسبه على اساس الرقم اللي طلع. مثلا لقيت نفسي بخلص 3 صفحات في الساعه للماده دي، احسب على اساس ده كم ساعه محتاجها عشان تخلص كل ماده، بكده هتقدر تعرف الماده دي محتاجه كام ساعه علشان تخلص، وبالتالي انت كده عرفت محتاج كام يوم شغل، كام ساعه عمل، كام يوم شغل. بفرضيه انك مدي نفسك مثلا اشتغل 10 ساعات في اليوم، يعني فاضل لي مثلا 30 ساعه واخلص الكام ده او اخلص المشروع ده بمثابه 10 ساعات شغل في اليوم، يعني فاضل لي مثلا 3 ايام عمل والمشروع ده. خامس حاجه، الارقام هي الانجاز، الارقام تعبر عن الانجاز، الموضوع كله عباره عن ارقام، الانجاز بالارقام هي اللي بتتكلم، الارقام هي في الاخر يا جماعه اللي بتتكلم، دايما تتكلم عن نجاحك، يعني دايما قيس المسافه الوصول لهدفك بالظبط كام، انت عملت كام في الميه، خلصت قد ايه بالظبط وفضلك قد ايه، والقد ايه دول هيخلصوا في قد ايه، المتبقي حوله لساعات، هتعرف في الاخر انت هتخلص الكم ده في قد ايه. الارقام اكتر حاجه تخليك متخيل وحاسس بالكم، دايما قيس انجازك
كام في المية. سادس حاجة، اشتغل بفكرة التايم بلوكس او التايم سلوتس، من 9 لـ10 مثلا هخلص 2 شابترز، التو شابترز دول وتحددهم واجمع كل تركيزك، خليك فوكست على في خلال 25 دقيقة الأولى، وخد هدية 5 دقايق راحة. في بحث اتعمل بيقول لك بعد أول 25 دقيقة بيبتدي يحصل تشتت للذهن، بيبتدي يبقى أنت محتاج عشان تستعيد التركيز تاني بشكل أحسن وبشكل أعمق محتاج 5 دقايق راحة. ده هيخليك تعمل استعادة لنشاطك أفضل والتركيز بيكون أفضل بكتير جدا. سابع حاجة وده الأهم، ما تخليش وقتك كله مذاكرة، ما تخليهوش كله جد في جد، يعني ضرب ضرب. الإنسان روح وجسد، لازم ما تهملش الجانب الروحي جواك، لازم تجمع بين أنشطة ترفيهية زي الرياضة، زي المشي، زي تقابل واحد صاحبك، زي تتكلم مع صديق، لازم تكون في حاجة تانية غير المذاكرة تدخل تخليك تملى وقتك، بأنك أنت لازم تخرج بره نطاق المكان اللي انت غرقان فيه ومغروس فيه بفكرك عشان تقدر تفكر بشكل افضل واحسن هتعمل ايه في اللي جاي. وده بيديك براح اكتر في الفكر وفي المخ وفي الريلاكسيشن، كده تعرف تفكر بشكل احسن هتعمل ايه في اللي جاي، هتبص لنظره ماكرو فيو من فوق، اوفر فيو للمشكله، بتطلع براها اوت اوف ذا بوكس بشكل احسن. ده بيديك المعنى ده. وتدخل برضو نصيحتي ليك، تدخل جانب روحاني يديك طاقة يقين في الله، تروح مثلا تصلي في المسجد، تدعي ربنا سبحانه وتعالى، تقرا القرآن، تستعيد نشاطك الروحي، ده بيديك طاقة وثقة ويقين وثقة في الله، وعندك بيبقى ثبات انفعالي أكتر، توتر بيقل وفي ثبات أكتر وثقة بالنفس. ولازم برضو لازم تكافئ نفسك كل ما تخلص حاجة في المشروع، دي بتديك طاقة إيجابية أكتر لنفسك، بتبتدي تحس إنك أنت نجحت حتى ولو حاجة صغيرة، بتقفل معاك كتير، بتقفل عندك الملفات، ملفات الفشل أو النيجاتيف انرجي اللي جواك، وبتزود جواك الطاقة الإيجابية أكتر اللي بتخليك إنك أنت عايز تنجح وتخش في اللي بعده، والموضوع بيفتح معاك للأفضل والأحسن. كل ما بتنجح في حاجة صغيرة بيجيك الدافع أكتر إنك أنت تنطلق اللي بقيت حلمك وبقيت شغلك وبقيت إنجازاتك، إنك عندك طاقة بتحركك أكتر، طاقة تحفيزية أقوى بكتير. تاني حاجة، سلمها لله، طالما عملت اللي عليك ليه خايف الامتحان؟ اقنع نفسك من جواك ان الامور خلاص على ما يرام، انا عملت اللي عليا، ربنا سبحانه وتعالى مطلع على اللي انا عملته، ربنا سبحانه وتعالى واقف معايا، خلاص انا خايف من ايه؟ الباقي على ربنا وتوفيق ربنا، وما توفيقي الا بالله. يبقى تطمئن وتسلم امرك لله وتصلي صلاه الحاجه وتدعي ربنا سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد في الامر، وتنام بدري وتروح الامتحان وانت رافع راسك مرفوعه من الثقه والاطمئنان ان ربنا واقف جنبك طالما انت عامل اللي عليك. تاسع حاجه، كنت درست شهاده اسمها بي ام بي، شهاده عالميه مع بي ام اي، اللي رئيسه البي ام اي كانت عامله كتاب ريسك مانجمنت، فكانت بتقول بتنصح ان الواحد ليله الامتحان بتاع السيرتيفيكت، دي سيرتيفيكت عنيفه صعبه جدا في امتحانها، مش سهل او سهل الممتنع، الليله دي ما تذاكرش فيها طالما انت مخطط وقتك وعملت البادجت اللي عليك في المشروع وكم الشغل اللي عملته في خلال مدة زمنية انت كنت حاططها، ما تعملش حسابك ان الليلة بتاعت الامتحان تكون داخلة في خطة المشروع. الليلة دي ليلة ريلاكسيشن، تعمل فيها اكتيفيتيز، ريلاكسينج اكتيفيتيز، منها رياضة، منها مشي، منها تقعد تفكر هتعمل ايه، تفكر في الدنيا، تبص للدنيا من فوق. الريلاكسيشن ده بيشلك التوتر وبيديك ثقة، وبيديك ثقة في النفس، وبيخلي مخك يعمل بروسيسنج لكل المعلومات اللي عملتها في الاسبوع او الاسبوعين اللي فاتوا، اللي قعدت تحط المعلومات بالراحة بطريقة كويسة، بطريقة فيها تخطيط لوقتك بشكل احترافي، فالمعلومات دخلت بشكل محترف، بشكل مريح للمخ، مريح للاعصاب، فبيحس بقى بروسيسنج، مخك بيشتغل عليه بحيث يحط كل حتة في مكانها جوه مخك، بحيث انك انت لما تيجي تروح وانت مرتاح الامتحان تاني يوم نايم كويس 8 ساعات، عمل ريلاكسيشن، واخد راحتك، واخد قسطك من الراحه، واكل كويس، الكلام ده كله باذن الله سبحانه وتعالى بيدي سهوله لمخك
انه يستدعي كل المعلومات بكل بساطة ويستوعبها ويطلعها من غير ما يكون حاشي مخك بمعلومات غصب عنه ويدخلها بقى وانت شارب كافيين ونسكافيه والكلام ده ومش نايم كويس. لا، هنا انت مريح جسمك، مريح اعصابك، مريح مخك، واخد معلوماتك الوقت المناسب بعيد عن الستريسز، خدتها واحده واحده ليله امتحان، عملت ريلاكسيشن لاعصابك لجهازك العصبي لمخك، اديته فتره النوم اللي نامها، ده هيقلل التوتر بشكل ملحوظ وهيديك ثقه في نفسك وهيخليك تجاوب وانت مركز كويس. جزء من عدم ان الواحد عدم القدره انه يعرف حل ان هو الواحد بيبقى متوتر وبيجي له حاله من الفوبيا او حاله من الهلع ساعه الامتحان، وخاصه لو مش نايم كويس وعنده جهازه العصبي مدمر. فانت بتساعد جهازك العصبي ما يبقاش مدمر، يبقى كويس مرتاح بالنوم كويس، بالتخطيط الصح لوقتك، بالمذاكره بالشكل البروفيشنال الصح، وبتدخل الجوانب اللي اتفقنا عليها في الاول خالص، الرياضه، المشي، الترويح عن النفس بشتى الطرق الكويسة اللي تقدر تديك وتضيف لك لنفسك، ما تدهش نيجاتيف انرجي، لا بل تدفعك اكتر في الاتجاه الصح، الاسلوب الصح، وانك انت تدي انتاجيتك تبقى بشكل افضل وبشكل فيه كواليتي، فيه جودة عالية جدا في الشغل، في الانتاجية، بتحس بانجازك، وفوق كده المكنة اللي هي جسمك مخك، انت مش هلكو، انت مديله راحته، مديله حقه في النوم، في الاكل، في عدم التوتر، وبتدخل المعلومات بشكل صح. فساعه لما دي تستدعيها وانت بتفكر بشكل ما فيهوش توتر، هتقدر تستدعي المعلومه بالشكل الصح، لانك نايم كويس، مخك جاهز يديك وجاهز يساعدك انك تنجح ان شاء الله بشكل صح. واللي تعبت فيه ان شاء الله في الفتره اللي فاتت السابقه وخزنته في مخك، هيكون باذن الله مخك قادر باذن الله انه يسترجع لك المخزون بالشكل الصحيح، طالما انت اديته راحته واديته وقته واديت وقت الشغل في الوقت الصح، في وقت الطاقه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها احسن ما يمكن في الفتره اللي اتفقنا عليها، فتره التسع ساعات بتوع الصبح او في فترة وسط النهار بشكل صح. عشان حاجة لازم تكافئ نفسك كل ما تخلص حاجة في المشروع، تكافئ نفسك بكوباية شاي، تخرج تجيب حاجة تشتريها، تعمل اي حاجة ان شاء الله، تاخد بريك ربع ساعة، لازم يكون فيه مكافئة. المكافئة دي بتفرق كتير جدا في الطاقة التحفيزية اللي تجيلك، انك انت انجزت حاجة ونجحت فيها، فلازم تكافئ نفسك عليها، بتديك طاقة انك انت تكمل وتخش وتفتح ملفات اكتر واكتر في ملفات المشروع اللي انت حطه. المذاكرة دي عبارة عن مشروع صغير، لما تخليه مشروع صغير، الواحد اللي عايز ينجز مشروع وعايز ينجحه بيبتدي في وقت وبينتهي في وقت، ليه تايم فريم انت عارفه. نهاية المشروع ده تحقيق الاهداف اللي انت عايز توصل لها ان شاء الله بنجاح، انك تخلص في الوقت وبالكواليتي الصح، من كفاءة، من انتاجية، من خطة كنت عاملها المفروض تكون خلصت كم من عدد الصفحات دي مثلا، او كم ده من الشابترز او من الشغل او الاسئلة، وانت المفروض تكون عارف انت عملتها دي. لما تنجح، لما بتعمل كل ما بتخلص باكج كده من الشغل، لا انت مقسمها مثلا على المدار الايام دي، كل يوم تخلص باكج مثلا معينة من الشغل، ولما بتخلص حاجة كافئ نفسك على اخر يوم انك انت تعمل حاجة، ولو نجحت في حاجة وخلصت انجزتها في نص يوم، حققت مثلا رقم صحيح زي مثلا عملت 20% هكافئ نفسي، لما وصلت 30% هعمل مكافأة نفسي. تعمل ايا كان الصورة اللي ترضيك في حتة المكافأة، اعملها طالما هي حاجة فيها رضا ربنا سبحانه وتعالى، وفيها انك انت حاجة تديك التحفيز انك انت تكمل وتمر وتجري قدما، انك ان شاء الله انك تنجز وتخلص 100% ان شاء الله من المشروع. اتمنى ان العشر حاجات دي تفرق معاكم وتقدروا تستخدموها ان شاء الله، وممكن تعمل معاكم فرق. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم، يكتب لكم التوفيق والسعادة والنجاح الكبير جدا ان شاء الله في شغلكم، بالتوفيق كده ان شاء الله، ونسمع عنكم كل خير. واتمنى الفيديو ده يكون حاز اعجابكم، والفيديو ده كنت اتمنى يكون اتعمل بدري شويه، بس الحمد لله على كل حال، اتمنى يكون ان شاء الله حد يكون لحق يشوفه قبل الامتحانات الاخيره في الثانويه العامه.